أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نريد أن نسأل سؤالا جريئا ونقدم عليه إجابة في الصميم، والسؤال هو: هل اقتبس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصة آدم من الكتاب المقدس؟ وإجابة هذا السؤال فيها الرد على النظرية الثالثة اللي اخترعها السيد وحيد، حيث يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له مرجع سوى الكتاب المقدس والتوراة حين أراد أن يقتبس ما ذكره في القرآن المجيد عن جنة آدم. والسيد وحيد بيفترض إن ما جاء في القرآن المجيد من ذكر الجنة التي كان يعيش فيها آدم قد نقله الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب المقدس، فيرفض بالطبع أن يكون القرآن المجيد من وحي الله تعالى. وإن المرء لا يعجب حقا على هذه الجرأة البالغة في الافتراء والكذب الذي يتلفظ به السيد وحيد في كلامه، فكيف يمكن أن يقتبس رسول الله قصة مهلهلة تتناقل مع بعضها وتنسب إلى الله سوء الحكمة وسوء التصرف؟ ألم تقرأ كتابك يا سيد وحيد؟ لعلك تقرأ ولكنك لا تفهم، ولعل شدة التعصب قد أعمتك أنت وزملائك المتنصرين من رؤية التناقض والفساد في هذه القصة التي ذكرها الكتاب المقدس. وإن أي شخص لديه شيء من العقل والحكمة لا يمكن أن يقتبس شيئا منها، بشرط ألا يكون بالطبع ممن أخضعوا عقولهم وأمخاخهم لعمليات الغسيل اللي بيقوم بها كهنة الدين، الذين يقدمون تعليلات مضحكة لهذه التناقضات والمآخذ التي تعج بها القصة المذكورة في الكتاب المقدس. وتعالوا يا حضرات السادة المتنصرين والعاملين في قناة الحياة لندرس معا هذه القصة اللي بيزعم السيد وحيد ان رسول الاسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اقتبس منها ما ذكره عن جنة آدم. ان قصة آدم في الكتاب المقدس تبدأ في اليوم السادس من بداية الخلق، وظل كهنة الكتاب المقدس يؤمنون بأن الكون قد خلق في عام 4004 قبل الميلاد، وان آدم قد خلق في اليوم السادس بعد بداية الخلق. ومع تقدم العلوم واكتشاف الحفريات واستعمال الكربون المشع في تقدير أعمار عظام الحفريات وطبقات الأرض، وبعد ما تبين من الناحية العلمية أن عمر الأرض يبلغ أكثر من 5000 مليون سنة، غير كهنة المسيحية موقفهم وراحوا يقولوا أن أيام الخلق التي ذكرها الكتاب المقدس ليست أياما مثل أيامنا هاء في الدنيا، بل هي فترات زمنية ومراحل غير محدودة. وعلى هذا فإن آدم قد خلق في المرحلة السادسة من المراحل التي مرت بها الأرض. طيب، نيجي بقى للتناقض الأول في قصة آدم التوراتية. لا شك أنه لم يكن هناك بد من أن يغير الكهنة موقفهم، فالعناد لن يفيد، والتعصب لرأي خاطئ لم يعد مقبول، وانتهى إلى غير رجعة ذلك الزمان الذي كان كهنة المسيحية يجبرون فيه العلماء من أمثال جاليليو على إنكار الحقائق العلمية اللي اكتشفوها، غير أن كهنة المسيحية لم يستطيعوا أن يقنعوا المتنورين والمفكرين من الناس بصحة ما قاله الكتاب المقدس عن الخلق. فالكتاب لا يذكر فقط كلمة يوم التي يمكن أن تعني فترة زمنية غير محددة، ولكنه يصف اليوم بأنه كان مساء وكان صباح يوما واحدا، وثانيا وثالثا إلى مساء وصباح اليوم السادس. واليوم الذي له صباح ومساء لا يمكن أن يكون معناه فترة زمنية غير محدودة، إنما يعني يوم يتكون من 24 ساعة. وفيما عدا المواضع الستة في الإصحاح الأول من سفر التكوين التي جاءت فيها كلمة مساء وصباح وصفا لأيام الخلق الستة،
فقد جاءت كلمة مساء 139 مرة في الكتاب المقدس، ولم يكن لها معنى غير المساء المعروف. وجاءت كلمة صباح 169 مرة، ولم يكن لها أيضا أي معنى سوى الصباح المعروف. وأنا رجعت بنفسي جميع هذه المواضع في الكتاب المقدس موضعا موضعا، الواحد بعد الآخر، وجميعها بدون استثناء لا تعني إلا مساء أو صباح اليوم المعروف. وأنا أتحدى أي عالم من علماء الكتاب المقدس أنه يأتيني بفقرة من فقرات الكتاب المقدس تحتوي على كلمة صباح ومساء ولا تعني الصباح أو المساء لليوم الذي يتكون من 24 ساعة. وعلى هذا لا يمكن أن يكون لنفس الكلمة معنى يختلف في قصة الخلق عن معناها في بقية الكتاب المقدس. وبالتالي فإن التناقض الأول في قصة خلق آدم هو ادعاء خلقه في اليوم السادس، يعني بعد مرور 5 أيام أو 5 أموس وخمسة أصباح من بداية خلق الكون. ويقول الكتاب المقدس إن أهم ما حدث في الأيام الستة دي هو ما يلي: 1. اليوم الأول خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خالية وخربة، وكانت ظلمة على وجه الغمر. ويذكر الكتاب بيقول إيه: وقال الله ليكن نور فكان النور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة ليلا دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. لكن الكتاب لم يذكر لنا ما هو مصدر ذلك النور الذي رأى الله أنه حسن. وحيث أن الله خلق النهار والليل بغير أن يخلق الشمس، فلماذا خلق الشمس إذن؟ وأين ذهب ذلك النور الذي كان ينير الكون كله ويجعل فيه نهار وليل؟ اليوم الثاني بقى، في اليوم الثاني فصل الله بين السماء والأرض. اليوم الثالث جعل اليابسة تظهر وأخرجت الأرض الأعشاب والأشجار. يقول الكتاب: وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الأرض. وكان كذلك، فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. طيب أدي اليوم الثالث. اليوم الرابع بقى، خلق الله الشمس والقمر والنجوم والكواكب. اليوم الخامس خلق الله الزحافات والتنانين والطيور. في اليوم السادس خلق الله البهائم والوحوش والدبابات. وفيه أيضا خلق الله الإنسان آدم، خلقه على صورة الله. وبيقول الكتاب: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. التناقض الثاني في قصة آدم التوراتية. الملاحظ أن الكتاب المقدس لم يستعمل صيغة المثنى عندما تكلم عن الذكر والأنثى، بل استعمل صيغة الجمع، مما يدل على أنه لم يكن هناك آدم وزوجته فقط، بل كان هناك الكثير من الذكور والإناث. والسؤال الجريء هنا هو: هل كان هناك الكثير من الذكور والإناث مما يعتبر تناقضا مع قصة آدم، أم أن الروح القدس أخطأ وهو يسوق موسى في كتابة هذا الجزء إن كان موسى قد كتبه؟ التناقض الثالث في قصة آدم التوراتية. وفي الإصحاح الثاني من سفر التكوين يعيد الكتاب المقدس ذكر قصة الخلق، ويقول لنا كهنة المسيحية إن ما ذكروا الكتاب في الإصحاح الأول كان قصة الخلق مفصلة، وهنا في الإصحاح الثاني بيذكرها إجمالا. ولكن هل يكون هذا مدعاة
لوجود التناقض بين القصتين؟ بيقول الكتاب: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. طيب نفهم إيه من هذا المقطع؟ نفهم إن العشب لم ينبت بعد، وشجر البرية لم يوجد بعد في الأرض. ليه؟ لسببين: الأول أن الله لم يكن قد أمطر على الأرض، والثاني أنه لم يكن هناك إنسان ليعمل الأرض، فخلق الرب الإله الإنسان ليعمل الأرض، كما يقول المقطع التالي مباشرة للمقطع السابق: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض. خدوا بالكم، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة. ده الكلام ده في الجنة، إنما بره الجنة مفيش. وشجرة معرفة الخير والشر. وبعدين بيقول: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فإذا إزاي يذكر الإصحاح الأول إن الأعشاب والأشجار خلقت في اليوم الثالث، بينما يذكر الإصحاح الثاني أنه حتى اليوم السادس اللي خلق فيه آدم لم يكن كل عشب الأرض قد نبت بعد، ولم يكن في الأرض أي شجر، وإن لم يكن في الأرض أي عشب ولا شجر، فماذا كانت تأكل الزحافات والطيور التي خلقت في اليوم الخامس؟ وماذا كانت تأكل البهائم والوحوش والدبابات التي خلقت في اليوم السادس؟ حبذا لو تفضل السادة المتنصرون في قناة الحياة بإجابة هذه الأسئلة، بدل من إضاعة وقتهم في الكلام عن الكتب المقدسة التي تخص غيرهم من الناس، وحيث أن كتابهم المقدس بيبين أن الهدف من خلق الإنسان هو أن يعمل الأرض، فلماذا لا يحققون هذا الهدف فيعملون في الأرض، بدل من إضاعة وقتهم في تقديم البرامج الهابطة التي يقدمونها في قناة الحياة؟ التناقض الرابع في قصة آدم التوراتية: أين كانت جنة آدم؟ عايزين نسأل بقى سؤال جريء آخر، وهو: أين كانت جنة آدم؟ بيقول الكتاب: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. خدوا بالكم، غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم. ونفهم من هذا المقطع أن جنة آدم كانت في عدن شرقا، ولكن من المعروف ان عدن موجودة في اليمن، يعني في الجنوب من سيناء، اللي المفروض ان يكون موسى عليه السلام قد كتب فيها الاسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدس. وبهذه المناسبة ان جنة ادم اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس ويذكر انها كانت في عدن شرقا، ليست هي جنة عدن التي يتكلم عنها القرآن المجيد. ولعل مترجمي الكتاب المقدس أرادوا تشويه الأمر في عقول الناس، أو لعلهم لم يفهموا الفرق بين عدن التي يذكرها الكتاب المقدس وعدن التي يذكرها القرآن المجيد، فترجموا الكلمة في اللغة العربية إلى عدن لتكون متماثلة مع الكلمة التي جاءت في القرآن الكريم، مع أن نفس الكلمة التوراتية مترجمة في اللغة الإنجليزية إلى عدن وليس عدن، يعني إيدن، وهو اسم بلدة أو اسم مكان. أما كلمة عدن التي جاءت في القرآن الكريم فتعني مكان الإقامة الدائمة، يعني جنة الخلد. والمقطع اللي جاء في الكتاب المقدس بيقول عن جنة عدن التي كان فيها آدم إنها كانت في الشرق. فأين كانت جنة آدم؟ في الشرق
أم في الجنوب؟ التناقض الخامس في قصة آدم التوراتية بيقول المقطع التالي: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزح، واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش، واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي آشور، والنهر الرابع الفرات. غير أن هذا المقطع يثير من الأسئلة أكثر مما يعطي من أجوبة. فالمقطع بيقول إن هناك نهر كان بيخرج من جنة عدن وينقسم إلى أربع أنهار، أحدهم نهر فيشون اللي بيحيط بأرض الحويلة، والحويلة دي تقع على الشاطئ الشرقي من البحر الأحمر في الشمال من اليمن، ولكن لا وجود لهذا النهر الآن. والنهر الثاني هو جيحون الذي يحيط بأرض كوش، وهي المنطقة الغربية من البحر الأحمر في السودان والحبشة، ويبدو أن نهر جيحون ده هو النيل الأزرق اللي بينبع من جبال الحبشة. والنهر الثالث هو نهر حداقل أو نهر دجلة كما هو معروف الآن، وهو الذي يجري من الشرق، يجري في الشرق من أشور. والنهر الرابع هو نهر الفرات، ده معروف نهر الفرات. وهنا نجد تناقضا آخر، فإن منابع نهر دجلة والفرات هي جبال تركيا وهضبة أرمينيا، وهي مناطق جبلية عالية تغطيها الثلوج معظم شهور السنة، وتبعد منابع دجلة عن منابع الفرات، فلا يمكن لجنة آدم أن تكون في تلك المنطقة الجبلية الوعرة. وبالإضافة يذكر الكتاب أن نهرا واحدا كان يخرج من الجنة ثم ينقسم إلى أربعة، بينما نجد أن نهري دجلة والفرات يلتقيان ويصيران نهرا واحدا بالقرب من مصبهما في الخليج الفارسي وليس عند منبعهما. ويقول بعض كهنة المسيحية لتبرير هذا التناقض أن المنطقة تغيرت جيولوجيا بعد الطوفان، ولكن ليس هناك أي دليل علمي أو جيولوجي على هذا التبرير الساذج، فالطوفان لا يجعل النهر يغير اتجاهه ويجري في الاتجاه المعاكس، كما أن وجود منابع نهري دجلة والفرات في جبال تركيا وهضبة أرمينيا يكذب ادعاء الكتاب المقدس بأن جنة عدن كانت في الشرق من سيناء، لأن هذه المنابع تقع في الشمال وليس في الشرق. وقال بعضهم أن النهرين الآخرين اللي هما فيشون وجيحون كان روافد لدجلة والفرات، غير أن هذا القول أيضا لا يرفع تناقض الكتاب المقدس الذي يؤكد أن الأنهار الأربعة كانت تنبع من نهر واحد يخرج من جنة آدم. وقد عرفنا أن نهر جيحون هو النيل الأزرق لأنه كان في أرض كوش، وهذا النهر منفصل تماما وبعيد عن نهري دجلة والفرات. نيجي بقى للخرافة في قصة آدم التوراتية، وبيقول الكتاب المقدس: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وتسبب هذا المقطع في كتير من الحرج لكهنة المسيحية، لأنه من المقاطع اللي تبين وجود الخرافة والأساطير في الكتاب المقدس. فهل يوجد في الدنيا شجر يسبب أكله معرفة الخير والشر؟ أم أن هذه الخرافة اقتبسوها من أساطير الأولين؟ ولتلافي الحرج قال بعض كهنة المسيحية أن هذه الشجرة لم تكن شجرة أسطورية، ولكنها كانت شجرة عادية، إنما استخدمها الله لكي يرى ما إذا كان الإنسان سوف يطيعه أم يعصيه. غير أن هذا الرأي الذي يحاول تبرير الأسطورة يصطدم بالواقع الذي تحكيه قصة آدم، حيث تسرد ما حدث لهما بعد أن أكلا فعلا من الشجرة المحرمة،
فتقول: فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. وبذلك تسقط هذه المحاولة الفاشلة لتبرير وجود الأسطورة في كتاب المقدس. اللهم إلا إذا كان روح القدس هو الذي ساق موسى ليكتب هذه الأسطورة في سفر التكوين. وبعدين نيجي بقى لسوء الحكمة المنسوب للإله في قصة آدم التوراتية. بيقول الكتاب المقدس: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرا. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. وانظروا يا حضرات المتنصرين في قناة الحياة إلى السذاجة في التعبير وإلى الإساءة التي ينسبها كتابكم إلى الله القدوس. فكتابكم يقدم لنا إله يخلق بشرا ثم يكتشف فيما بعد أنه ليس جيدا أن يكون هذا البشر وحده، وأنه ينبغي أن يصنع له معينا نظيرا. فماذا فعل هذا الإله الحكيم؟ هل استدرك الخطأ اللي اكتشفه وعالج النقص اللي تبين له في خلقه فصحح الخطأ وعالج النقص وخلق له نظيرا يعينه؟ كلا، لم يصنع له نظيرا يعينه، وإنما جبل من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكأن ذلك الإله لم يكن قادرا على أن يضع أسماء لحيوانات البرية وطيور السماء، فطلب من آدم أن يقوم هو بهذا العمل نيابة عنه. وهكذا تقول لنا قصة آدم التوراتية أن المخلوق هو الذي أصبح يعلم الخالق. فإذا وضعنا في الاعتبار أن هذا المخلوق اللي هو آدم لم يكن يعلم الخير والشر، فإننا نرى مقدار التناقض الصارخ في هذه القصة المهلهلة اللي بيدعي السيد وحيد أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد غيرها ليقتبسها في القرآن المجيد. وحاشا لله تعالى أن يضم القرآن المجيد مثل هذه الأساطير والخرافات، وحاشا للقرآن المجيد أن ينسب لله تعالى هذا الجهل والعجز. ونحن نريد أن نسأل حضرات الأخوة المتنصرين: عندما جلب الرب الإله من الأرض ترابا ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا، ألم يكن يعلم في ذلك الوقت أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده؟ فإن كان يعلم فلماذا خلقه وحده؟ ولماذا لم يخلق له نظيرا في نفس الوقت الذي خلقه فيه؟ ولماذا أدرك أخيرا أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده؟ لماذا لم يخلق له نظيرا بدل من أن يأتي له بالحيوانات والطيور ليعطيها أسماء؟ ومن الذي أعطى أسماء للأسماك والحيوانات البحرية؟ هل للأخوة المتنصرين أن يعطونا أجوبة لهذه الأسئلة؟ السر بقى الذي لم يعرفه أحد حتى يسوع في قصة آدم التوراتية. نقرأ في الكتاب المقدس: وكانت الحية أحيا لجميع الحيوانات البرية التي عاملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ هل أرى الأخوة المتنصرون هذا النص وفهموه كويس؟
النص بيقول ان الحيه كانت اكثر حيله بين جميع حيوانات البريه اللي عملها الرب الاله. يعني الرب الاله هو الذي عمل هذه الحيه. فلماذا ينكر الاخوه المسيحيين ان الله خلق الشيطان؟ وهم يعتقدون ان تلك الحيه كانت هي الشيطان. الا يقول الكتاب: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وبيقول كمان: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. الكلام ده كله موجود في رؤيا يوحنا اللاهوتي. ويبدو أن الرب الإله لم يكن يعلم شيئا عن هذه الحية، فهو لو كان يعلم ولم يحذر آدم وحواء منها يكون مقصرا في واجب التحذير من خطر شديد. فلو قال لك رجل الشرطة: لا تقود سيارتك في هذا الطريق لأنك لو فعلت سوف تعرض نفسك للضرر، ومع ذلك تركك تقود سيارتك ولم يشرح لك نوعية الخطر الذي سوف يصيبك بالضرر، فإنه يقول قد أهمل في أداء واجبه ويكون مسؤول هو الآخر عن الضرر الذي أصابك. والغريب بقى والعجيب كمان إن أحدا لم يكن يعرف أن هذه الحية هي إبليس والشيطان، فلا آدم ولا حواء كانوا يعرفوا هذه الحقيقة، فلم يخبر الرب الإله أحدا بهذه الحقيقة، ولم يعرفها إبراهيم ولا نوح ولا إسحاق ولا يعقوب ولا أولاده، وحتى موسى اللي أنزل عليه التوراة إنما ما قالوش عن هذه الحقيقة. وبعدين جه بعده يشوع والقضاء والأنبياء ولم يعرف أحد منهم هذا السر. وبعدين جه داود وسليمان وأشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال وبقية الأنبياء ولم يعرف أحد منهم حقيقة الحية. وفقدت التوراة وعاد عزرا كتابتها، ولكنه لم يعرف هو الآخر أن الحية كانت هي إبليس والشيطان. ثم جاء يوحنا المعمدان يمهد الطريق لمجيء المسيح، ولم يعرف هو أيضا شيئا عن هذه الحية سوى أنها مجرد حية. ثم جاء المسيح بنفسه ولم يقل شيئا عن حقيقة هذه الحية، وظل أمرها مكتوما إلى أن كتب كاتب غير معروف على وجه التحديد مجموعة من الرؤى والأحلام اللي رآها، وقال إن الحية القديمة هي إبليس وهي الشيطان. فلماذا أخفى الله هذه المعلومة؟ وما هي الحكمة الإلهية البالغة اللي اقتضت إخفاء هذه المعلومة عن الناس؟ وإن كان الناس حتى القرن الخامس الميلادي لم يكونوا يعرفون هذه المعلومة، لأن سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ما كانش مقبول ضمن الأسفار المقدسة حتى قرب نهاية القرن الرابع الميلادي وبداية القرن الخامس. فكيف آمن ملايين الناس الذين ولدوا وعاشوا وماتوا قبل مجيء المسيح بأنه سوف يسحق رأي الحية القديمة التي لا يعرف أحد عنها شيئا سوى أنها أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله؟ هل لديكم إجابة يا حضرات المتنصرين؟ وبالمناسبة، لماذا كانت الحية هي أحيا الحيوانات البرية كما يقول الكتاب المقدس؟ فالمعروف أن الحية ليست على درجة كبيرة من الذكاء لتكون أحيا الحيوانات البرية. فأين كان الثعلب والكلب والحصان والشمبانزي والأورانج أوتان اللي هو بالفعل أحيا الحيوانات البرية؟ أم يا ترى في ذلك الوقت لم تكن هذه الحيوانات الذكية قد خلقت بعد؟ فإن لم تكن خلقت في اليوم السادس كما يقول الكتاب المقدس، فما متى خلقت إذن؟ هل عندكم أجوبة في الصميم على هذه الأسئلة الجريئة يا حضرات المتنصرين؟ وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى يا حضرات المشاهدين، لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تعرضنا للنظرية الثالثة اللي اخترعها السيد وحيد، وزعم فيها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد أمامه سوى الكتاب المقدس ليقتبس منه قصة آدم. وقد أوضحنا في الحلقة الماضية أن قصة آدم التوراتية قصة مهلهلة لا يمكن لأي عاقل أنه يقتبس منها أي شيء، فهي تعج بالمتناقضات وتمتلئ بأمور تتعارض مع العلم والمنطق. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية 5 متناقضات تحتويها قصة آدم التوراتية، وذكرنا أيضا أنها تحتوي على خرافة وتنسب سوء الحكمة إلى إله الكتاب المقدس. ثم تكلمنا عن السر الذي لم يكن يعرفه أحد من الأنبياء من عهد آدم إلى ما بعد عهد المسيح، وهذا السر هو حقيقة الحية اللي أغوت حواء لتأكل من شجرة معرفة الخير والشر. فلم يعرف موسى الذي جاء بالتوراة شيئا عن هذا السر، ولم يعرفه المسيح نفسه لأنه لم يذكر شيئا عنه، وظل الناس يجهلوا هذا السر إلى أن جاء كاتب مجهول وكتب سفر الرؤيا وقال إن الشيطان هو الحية القديمة. ومن المعروف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إنسانا عاقلا ذكيا، وقد شهد أعداؤه بذلك، فهم وإن لم يعترفوا بأنه كان مبعوثا من عند الله إلا أنهم لم يجدوا بدا من الاعتراف بأنه كان يتميز برجاحة العقل وسعة الذكاء. فكيف يمكن لأي إنسان عاقل أنه يقتبس مثل هذه القصة التي تتناقض مع بعضها وتسيء إلى الله وحكمته؟ وفي هذه الحلقة سوف نستأنف الكلام عن هذه القصة المهلهلة، ونبين كيف تسيء هذه القصة إلى الله تعالى، وأترك الحكم في هذا لحضرات المشاهدين. أولا، أن الإله مسؤول عن سقوط الإنسان في قصة آدم التوراتية. فعندما نضع في الاعتبار أن آدم وحواء لم يكونا يعرفان الخير والشر، ومع ذلك لم يحذرهما الرب الإله من وجود مخلوق شرير بين الحيوانات اللي عملها الرب الإله، ولم يقل لهما إن هذا المخلوق سوف يعمل على خداعهما وإخراجهما من الجنة وبالتالي سوف يتسبب في موتهما، فلا شك أن ذلك الإله مسؤول عن سقوط الإنسان. إن ذلك الرب الإله يماثل أبا قال لابنه الذي لا يعرف الخير والشر: لا تخرج من البيت إلى الطريق، وإلا فإنك يوم تخرج من البيت سوف تصدمك سيارة وموتا تموت. ولكنه تركه دون أن يحكم إغلاق الباب، ولم يخبره أن في البيت شخصا شريرا سوف يخدعه ويجعله يخرج من البيت. ولما خرج الابن بالفعل من البيت بسبب الشخص الشرير اللي خدعه، راح الأب يقود سيارته وصدم بها ابنه وقتله عقابا له على معصيته. والآن يا سيد وحيد الذي تدعي أن رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد له مرجعا ينقل منه عن جنة آدم سوى التوراة والكتاب المقدس، وأنت أيها المشاهد الكريم لو كنت أنت القاضي في محكمة وقدم أمامك ذلك الأب الذي قاد سيارته وقتل بها ابنه، فهل تحكم عليه بالبراءة أم أنك ستحكم عليه بالإدانة؟ أم لعلك كنت ستحكم عليه بأنه غير مذنب بسبب اختلال عقله فتأمر بإيداعه مصحة الأمراض العقلية؟ القصة التوراتية بتقول لنا أن الإله ده إله ظالم ومستبد. القصة ما بتنتهيش عند هذا الحد، ولا تكتفي بهذه الإساءة التي تنسبها لهذا الرب الإله، وإنما تستمر لتنسب لهذا الرب الإله أبشع صفات الظلم والاستبداد. بيحكي الكتاب المقدس أنه بعد أن أكلت حواء من الشجرة
وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، انفتحت أعينهما وعرفا أنهما عريانان. ولما سمع صوت الإله الرب ماشيا في الجنة عند هبوب الرياح، ولعلها كانت نسمة جميلة من الهوى انتهز فيها الرب الإله الفرصة ليتمشى قليلا في الجنة، فاختبأ منه آدم وحواء. ونادى الرب الإله على آدم وقال له: أين أنت؟ فأجابه آدم قائلا إنه اختبأ منه لأنه عريان. ولا شك إن آدم ده لم يكن يعرف ذلك الرب الإله إلا كما يعرف إنسانا آخر مثله، فلم يكن يعرف أنه يعلم الغيب، ولم يكن يعرف أنه يستطيع أن يراه مهما اختبأ منه، ولم يكن يعرف أنه يعلم عنه كل شيء. فهل نسي ذلك الرب الإله أن يخبر آدم عن صفاته هذه، أم أنه كان بالفعل كما تصوره آدم؟ ما رأيكم يا حضرات الأخوة المتنصرين؟ يقول الكتاب بعد ذلك إن الرب الإله قال لآدم: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله الحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه. وفي المقطع ده نجد بعض الجمل اللي تستحق إننا نسأل عنها الأخوة المتنصرين. فما معنى أن يقول الرب الإله، رب الإله للحية: ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية؟ إن هذا النص يؤكد قطعيا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحية لم تكن إبليس ولا شيطان، ولكنها كانت مجرد حيوان من حيوانات البرية. وإلا فكيف يقول الله للشيطان: على بطنك تسعين وترابا تأكلين؟ هل يسعى الشيطان على بطنه وهل بيأكل التراب؟ أم أن الرب الإله الذي يقدم الكتاب المقدس ترك الشيطان وصب كل غضبه على الحية؟ وحتى لو كانت هذه الحية مجرد تعبان من التعابين، فإن الجملة المنسوبة للرب الإله لا معنى لها، فإن الحيات لا تأكل التراب وهي دائما كانت تسعى على بطنها، فأين هي اللعنة التي أصابتها؟ أم أنكم تؤمنون بأن الحياة كانت تمشي على أرجل ثم نزعت عنها الأرجل بعد أن نزلت عليها اللعنة؟ ويدعي كهنة المسيحية أن جملة أضع عداوة بينك وبينها وبين نسلك ونسل المرأة يقصد بها يسوع المسيح باعتبار أنه نسل المرأة. وبيقول بولس: وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. ويبدو أن السيد بولس ما كانش يعرف أن كلمة نسل تستخدم للمفرد والجمع، وبالتالي فإن جملة نسل المرأة يمكن أن تشمل جميع أفراد نسلها كما يمكن أن تعني فردا واحدا من بين نسلها. فإذا لم يتولى أحد شرح هذه الجملة ويقول أن المقصود بالحية هو الشيطان، فما كان لأحد أن يفهم حقيقة الحية. وكما أوضحنا فيما سبق فإن أحدا من الأنبياء ولا يسوع نفسه ولا حتى بولس الرسول قال أن الحية القديمة هي إبليس الشيطان، إلى أن عرف الناس هذا السر في القرن الخامس بعد الميلاد. فهل هذا الكتاب هو الكتاب الذي ينقل منه أحد شيئا يا سيد وحيد؟ ونستمر مع هذه القصة المهلهلة حيث يقول الكتاب: وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. مع أن الكتاب المقدس يصف الله تعالى بالعدل والأمانة وبأن جميع سبله عدل، فيقول: هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة
لا جور فيه، صديق وعادل هو. فإن نفس هذا الكتاب المقدس عندما يروي قصة آدم بينسى العدل والأمانة ويجور جورا شديدا حين يحكم على المرأة بتكثير أتعاب حبلها ويفرض عليها أن تلد بالوجع ويضع فيها شوقا إلى الرجل ويجعل الرجل يسود عليها. فإن أبسط قواعد العدل تقتضي أن يطبق الحكم المقرر للجريمة بدون أي زيادة، فإن أي زيادة في العقوبة يتنافى تماما مع العدل. لقد كان الحكم الذي قرره الرب الإله هو يوم تأكل منها موتا تموت، فمن مقتضيات العدل إذن أن يطبق هذا الحكم بغير أي زيادة، وأي زيادة تضاف على هذا الحكم تعتبر ظلما غير مقبول وتعتبر جورا غير مبرر، ولا يصح أن ينسب الظلم لله كما لا يجوز أن ينسب إليه الجور. إن الإخوة المتنصرين أنفسهم لن يقبلوا أن يحكم عليهم بأي حكم يزيد على ما جاء في القانون، وسوف يرفض هذا المبدأ أيضا جميع العقلاء من الناس. فإذا قرر القانون أن عقوبة مخالفة إشارة المرور هي دفع غرامة قدرها $50، فإذا خالف أحد إشارة المرور فإنه لن يقبل أن يقال له إن عليك أن تقضي 5 سنوات في السجن مع الأشغال الشاق بالإضافة إلى دفع غرامة $50. وسوف يعتبر كل إنسان يعرف معنى العدل أن هذا الحكم يتناقض مع قواعد العدل. فكيف يمكن لقصة آدم التي يذكرها الكتاب المقدس أن تنسب هذا الظلم لله تعالى الذي يؤكد الكتاب نفسه بأن جميع سبل العدل؟ وهل يظن السيد وحيد أن أي شخص بمسحة من العقل يمكن أن يقتبس مثل هذه القصة ليضعها في كتابه؟ هذا وإن الظلم لم يقف عند هذا الحد وحسب، بل استمر يطبق على جميع ذرية حواء من النساء، بل وعلى جميع الحيوانات التي تلد أيضا بالوجع، وحتى بعد ما جاء المسيح ليفدي الناس ويحمل عنهم اللعنة ويخلصهم من أثار خطيئة آدم وحواء كما يؤمن بذلك الإخوة المسيحيون. فإن الحكم لم يرفع والظلم لم ينتهي والجور لم يتوقف، ولا تزال المرأة تحبل بالألم وتلد بالوجع لغاية النهاردة ولغاية يوم القيامة. فما قيمة هذا الإيمان إذن؟ وما الدليل على حصول الكفارة المزعومة لو كنا نرى أن المؤمنين بالكفارة لا يموتون كما يموت الكفار، وأن النساء المسيحيات المؤمنات لا يحبلن بالألم ولا يلدن بالوجع؟ لكانت الكفارة هذه حقا وصدقا، ولكن الواقع والمشاهد يكذب هذا. فرغم أن يسوع دفع الثمن بدمه كما هم يؤمنون، فلا تزال النساء تحبل بالألم وتلد بالوجع، وهذا لا يكذب وقوع الكفارة المزعومة فحسب، بل إنه ينافي العدل وينسب الظلم إلى الله تعالى، وهذا ما لا يليق بأي كتاب أن ينسبه إلى الله الذي جميع سبله عدل. بيقول الأخوة المسيحيين إن من يؤمن بالكفارة سوف يقوم من الأموات حتى وإن مات في هذه الدنيا. حسن، سوف نفترض أن هذا صحيح، ولكن ماذا عن المرأة التي تؤمن بالكفارة؟ هل عندما تقوم من الأموات سوف تحبل بغير ألم وتلد بغير وجع؟ بالطبع لا، إذ يقول الكتاب لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. فكيف تستمر المرأة المسيحية المؤمنة تعاني من الحكم الجائر الظالم الذي أضافه الرب الإله إلى حكم الموت الأصلي؟ وكيف ينسب هذا الظلم والجور إلى الله؟ وكيف يقبل أي عاقل قصة آدم هذه التي تنسب كل هذا الظلم والجور إلى الله؟ هل لديكم أجوبة في الصميم لهذه الأسئلة الجريئة يا حضرات المتنصرين؟ ثم نأتي إلى الرجل آدم لنرى كيف تعاملت معه هذه القصة المهلهلة التي لا تقف لا على قدم ولا على ساق. يذكر الكتاب المقدس أن الرب الإله قال له وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك،
وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. هنا أيضا نجد أن القصة بتنسب إلى الرب الإله أنه أضاف أحكاما جديدة على الحكم الذي قرره من قبل، وهو يوم تأكل منها موتا تموت. فقد لعن الأرض وقضى أن تنبت لآدم شوكا وحسكا، كما قضى أيضا أن يأكل آدم عشب الحقل ويأكل خبزه بعرق وجهه، وأنه بالتعب يأكل من الأرض كل أيام حياته. ومرة أخرى نقول إن إضافة أحكاما جديدة على الحكم الأصلي يتنافى مع قواعد العدل وأصوله، وأي منافاة للعدل هو ظلم وجور، وهو ما لا يليق أن ينسب إلى الله. غير أن هذه القصة المهلهلة تنسب الظلم إلى الله في كل جملة تقريبا من الجمل التي تأتي فيها، فكيف يمكن أن تقبل مثل هذه القصة التي تتناقض مع ما جاء في الكتاب المقدس نفسه الذي يؤكد أن صنيع الله كامل وجميع سبله عدل، وهو إله إيمان أمانة ولا جور فيه. كان الأولى بحضرات الأخوة المتنصرين أن يرفضوا هذه القصة المهلهلة، وأن يرفضوا كل ما ينسب الظلم لله، وكل ما يعزو الجور لله، وكل ما يتناقض مع عدل الله تعالى، وكل ما يتعارض مع سبل الله المستقيمة. ولكنهم بكل أسف يقبلون قصة آدم هذه، ويقبلون كل ما بني عليها من العقائد التي تقوم عليها المسيحية الحديثة، بما في عقيدة ألوهية المسيح والأقانيم الثلاثة والكفارة. هذه المسيحية التي لم يعرفها السيد المسيح ولم يعلمها لأحد من تلاميذه. فهل تتصور يا سيد وحيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شهد له أعداؤه بأنه كان إنسانا شديد الذكاء، وإن لم يشهدوا بأنه كان نبيا مرسلا من الله تعالى، هل من المعقول أن ينقل مثل هذه القصة المهلهلة التي تعج بهذه المتناقضات؟ بل هل تتصور أن أي إنسان به مسحة من العقل يمكن أن ينقل مثل هذه الحدوتة التي تمتلئ بالكثير والعديد من الاعتراضات؟ يبدو يا سيد وحيد أنك لم تقرأ القصة الحقيقية التي جاءت في القرآن المجيد، أو لعلك قرأتها ولكنك لم تفهمها، أو لعلك قرأت بعض التفاسير اللي أخطأ كاتبوها في اجتهادهم، ولمجرد أن هناك بعض الكلمات المشتركة بين قصة القرآن المجيد والقصة المهلهلة التي ذكرها الكتاب المقدس، فإنك تتصور أن القصتين متشابهتين. لا يا سيد وحيد، لا وألف لا، فهناك فرق شاسع بين القصتين. نتكلم بقى عن قصة آدم في القرآن المجيد. القرآن المجيد لا يقول إن الله خلق آدم وحواء وهما لا يعرفان الخير والشر، ومع ذلك يطلب من آدم أن يضع أسماء للحيوانات والطيور البرية. القرآن المجيد لا يقول إن المخلوق هو الذي علم الخالق الأسماء، وإنما يقول إن الله تعالى هو الذي علم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقصة القرآن المجيد لا تقول بأن الله لم يحذر آدم من إبليس ومن الشيطان وترك آدم يقع ضحية لخداع الشيطان بغير تحذير، بل تبين أنه وجه هذا التحذير بكل وضوح. فقال القرآن المجيد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقصة القرآن المجيد لا تقول بوجود شجرة لمعرفة الخير والشر كما تقول الأساطير والخرافات، ولكنها تحذر من شجرة ضمن الشجر الآخر الموجود في الجنة. وسواء فهمنا معنى هذا الشجر بطريقة حرفية أو بطريقة مجازية،
فليس في قصة القرآن خرافة ولا أسطورة. يقول القرآن المجيد: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقصة القرآن لا تلقي باللائمة على المرأة وتجعلها هي المسؤولة عن خروج آدم من الجنة، وإنما تبين القصة القرآنية مشاركة كل من الرجل والمرأة في المسؤولية. فبيقول الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. والملاحظ أن صيغة المثنى هي المستعملة مع جميع الأفعال في هذا النص، مما يؤكد المشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في المسؤولية. وقد أكثر المفسرون المسلمون في الكلام عن قصة آدم، وتأثروا بقصة التوراة وما سمعوه من أهل الكتاب، حتى إن بعض المفسرين زي الطبري يذكر في تفسيره نصوصا تكاد تتطابق مع ما جاء في قصة التوراة، واتنقلت التفسير دي إلى كتب التفسير الأخرى ومنها إلى الناس، حتى شاع بين الناس إن أكل آدم من الشجرة جعله يرى عورته وكأنه لم يكن قد رآها من قبل وكأنه لم يكن يقضي حاجته. وبعض التفاسير بتقول إن العورات كانت مخفية عن آدم وحواء لأنها كانت مغطاة بأظافرهما، والبعض بيقول إن الله أخفى عنهما رؤية العورات، والبعض بيقول إنه لما أكل آدم من الشجرة سقط لباسه فبدت عورته، بينما لا تذكر أن هذا ما حدث لحواء عندما أكلت من الشجرة المحرمة. ومن الواضح أن مثل هذه التفاسير هي التي تقدم المادة الخصبة التي تستعملها قناة الحياة في التهجم على الإسلام وانتقاد آيات القرآن المجيد. ولكن لو كان هؤلاء المتنصرون على شيء من الخلق والأمانة لكانوا فرقوا بين آراء المفسرين والنص القرآني، ولقالوا صراحة إن هذا ما يقوله المفسرون، رغم أن الآيات لا تنص على هذا القول، ولكنهم يريدوا أن يجدوا كل مطعن ويبحثوا عن كل ما يمكن أن يوجهوا لهم النقد والاعتراض، بحجة أنهم لا يريدون أن يفسروا برأيهم وإنما ينقلون رأي المفسرين المسلمين من كتب المسلمين أنفسهم. ونريد هنا أن نقدم مثالا على ما أخطأ فيه المفسرون، حيث ينقل ابن كثير آراء مختلفة يتناقل بعضها مع البعض. فهنا ينقل ابن كثير رأي من يقول إن آدم لم يكن يرى عورته إلى أن أكل من الشجرة فبدت له. فبيقول إيه؟ قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراه، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلتك، فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفر؟ قال: ربي إني استحييتك. ده تفسير ابن كثير جزء 3 صفحة 397. ومن الواضح أن مسحة الأسطورة واضحة في هذا الرأي اللي نقله ابن كثير، حيث تعلقت برأسه شجرة فكلمته الشجرة ورفضت أنها تتركه. وينقل ابن كثير في الصفحة التالية رأي من قال إن أظافرهما كانت هي التي وارت عنهما من سوآتهما. بيقول لك إيه؟ وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة
وابن المبارك، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظافرهما. تفسير ابن كثير جزء 3 صفحة 398. وفي نفس الصفحة بينقل ابن كثير رأي من قال إن لباس آدم وحواء كان نور، فلم يرى أحدهما عورة الآخر. يقول لك إيه؟ وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما، قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا، فلما أكل من الشجرة بلت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه. تفسير ابن كثير جزء 3 برضو صفحة 398. وبعدين بينقل ابن كثير رأي رابع، بيقول إن آدم عليه السلام كان يرتدي لباسا سقط عنه عندما أكل من الشجر، فبيقول لك إيه؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي ابن الحسين ابن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير الشعر ككثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه. تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 321. وهكذا نرى أن التفسير اللي أمدنا بها علماء الأفاضل لا تخلو من التناقض والتضارب، وتحمل أحيانا كثيرا من الخيالات والأساطير. ولا يعني هذا أن جميع كتب التفسير كانت على هذا المنوال في كل ما تحتويه، ولكن المفسرين كانوا رجالا يجتهدون في عملهم وينقلون روايات كانت تتناقل على ألسنة الناس أو سبق أن ذكرها مفسرون آخرون فنقلوا عنهم، وقد أخطأ الناقل والمنقول عنه، ولا نطلب لكل منهم سوى الرحمة وحسن الثواب على ما قاموا به من محاولات كان غرضها تيسير فهم كلام الله للعامة من الناس. وبكل أسف فإن هذه هي التفاسير اللي بينقل عنها حضرات المتنصرين في قناة الحياة، ثم يسقطون أقوال المفسرين على القرآن الكريم، ويزعمون أن ما قاله المفسرون هو ما يقوله القرآن المجيد، ولا يريدون أن يفهموا أن كلام المفسرين ليس حجة على الأمة ولا هو ملزم لها. ويا ليت حضرات المتنصرين والعاملين يفهموا هذه الحقيقة، إن لم يكونوا قد فقدوا بعد القدرة على فهم الكلام الواضح البسيط. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم مني أفضل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.